ثانيا فإن بوتين قد أوضح بالفعل أنه سفك مزيد من الدماء في الأراضي الأوكرانية. إن روسيا تواصل هذه الأعمال العدائية في الأراضي الأوكرانية، وبدلا من ذلك فنحن نريد أن نواصل ونلتزم بقيمنا وقواعد الاشتباك في الحرب. نحن علينا أن نواصل ونحافظ على الروح المعنوية وأن نلتزم بالقواعد والقيم ونضمن الأمن لجميعنا كل الأمم. وخلال عملياتنا العسكرية فإن هذه الأمور جميعنا نلتزم بها. وثالثا نحن نسعى جاهدين لإنهاء هذه الحرب. نحن نريد أن ننقذ شعبنا ونجنب شعبنا مزيد من سفك الدماء. إن بوتين لا يريد السلام وهو مهووس بهذه الهجمات. هو يريد مدننا ويريد أن يحتل أوكرانيا كلها ويريد تدمير أو ما تبقى من مدننا. ولذلك نسعى جاهدين أن نجبر روسيا على أن تسعى للسلام. نريد أن يفكر الجنود الروس فيما يريدونه بالفعل، هل يريدون السلام أم يريدون بوتين؟ ولهذا الهدف يجب أن نسعى جاهدين لنواصل ضغوطنا عليهم. شركائنا الأعزاء، شكرا كثيرا على دعمكم لنا، وجميعكم تعرفون أننا نعمل ونقوم بتنفيذ العمليات بأقل عدد من الأسلحة. نحن بالطبع شاكرين وممتنين لكل ما تقدمونه إلينا من دعم عسكري من دولتكم ومن دولكم، ولكن نحن بحاجة لمزيد من الأسلحة حتى يمكننا من طرد الجنود الروس من أراضينا ومواصلة العمليات العسكرية في كروسك. وبالتالي فالمرة الأولى نحن قادرون على تحقيق هذا الأمر، وجميعنا يعرف أهمية أن يعرف جنودنا أن الجبهات الأمامية ليست فقط لجنود هم يمتازون بالولاء لشعوبهم ولدولتهم، ولكن نحن يجب أن يكون لدينا العدد الكافي من العتاد والأسلحة. وبالتالي من الأهمية بمكان أن يكون لدينا هذا العدد من الأسلحة بدون أي تأخير. إن مواصلة نجاحنا في كروسك يعتمد على هذا الدعم العسكري. إن لم يتمكن بوتين من أن يكون يحصل على هذه المنطقة فلن يتمكن أيضا من الحصول على هذه المنطقة مرة أخرى. وبالتالي حتى نتمكن من مزيد من التفعيل وتحقيق الأهداف في منطقة غورسك فلابد من وجود نظام دفاع جوي من الولايات المتحدة. وعلينا أن نشكركم مرة أخرى على هذا العدد من منظومات الدفاع الجوي التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة، ولكننا في واقع الأمر بحاجة إلى مزيد من هذه الأنظمة. إن بالطبع يجب أن يكون لدينا عدد كافي من منظومات الدفاع الجوي حتى لا تقوم القوات الروسية بشن هجمات علينا. وبالتالي علينا لتحقيق هذا الهدف العسكري يجب أن يكون لدينا هذا النظام الفعال من الدفاع العسكري. شكرا مرة أخرى وسعادة وزير الدفاع الأمريكي وجميع شركائنا على هذه العمليات الدعم في العمليات العسكرية والمسيرات. وبالتالي وبالطبع نحن بالتالي بحاجة لمزيد من طائرات F-16، وقد أوضحت ذلك لشركائي وأوضحت لهم ذلك مرارا وتكرارا. وبالتالي علينا أن نوضح ذلك وأن نشكر جميع شركائنا من إيطاليا والولايات المتحدة وجميع الحضور الكرام هنا. وبالتالي شكرا لكم جميعا على هذا الدعم المشترك. وعلينا أن نذكر أن هناك عمليات عسكرية في جزيرة القرم، شبه جزيرة القرم.